نكشف ونكمل للاخر ونشوف المشكله فين ونتاكد منها. واحد لو الباي باس ده خاطئ الاول بيتغير الخط كله. لو الباي باس ما فيهوش مشكله محتاج بس ان انت عندك اللي بره الشريشه فيها مشكله يبقى في حل. انا عندي الحفار بتاعي عشان بس ما نزودش الخط الميه اكتر من كده. بلغونا مش محتاج تتغير عنا بلغنا.